أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير، ومرحبا بكم في برنامج دل الخير. فقر، مرض ومعاناة عناوين ثلاث حالات التي رصدناها لكم لهذا الأسبوع. تلقت السيدة غنية هبة تضامنية واسعة بعد بث حالتها في برنامج دل الخير رفقة ابنتها إلهام المعاقة حركيا منذ سنة 2012 في ظروف أقل ما يقال عنها صعبة داخل غرفة واحدة في الحي الفوضوي ببلدية البوني ولاية عنابة. من طلب الأسود لأتجينا كيف بيواز يديني أنا كل الحمد لله نبغى تعمل سنين. دوك ما نقدرش نوصل القز. حتى من عند هذيك الناجة في الليزة تقوى عليا بيتا في البول. نوض نصلي وندعي ليا ولأمة محمد إن شاء الله يتبع. الهبة التضامنية الكبيرة تلقتها غنية من مختلف الجمعيات الخيرية والمواطنين الذين هبوا لمساعدتها. كبيرة برنامج دل الخير رافقت جمعية ابتسم الخيرية التطوعية التي قدمت لها إعانات معتبرة. نقول الحمد لله دايرين بيا جيراني ما عندي ما نقول فيهم. وجاوني جمعية هادم بيدو كيم كيم في بوحما سي جابوهم لي كتر خير من ربي زازيهم. ابي ربي يخليهم حيين ان شاء الله، ربي يسترهم دنيا واخرة. جمعيات كل جتني. اليوم جينا عند خالتي غنية فشفناها في الوضعية المزرية هذه، جبنا لها المواد الغذائية والهوازم النواقص اللي تحقهم هي. قبل جات المجموعة تاعنا شافت الوضعية تاعها وداو النواقص تاعها كيف كيف واليوم جينا باه نكملوهم لها. جابوا لها المواد الغذائية ولكن احنا طموحنا أكبر من ذلك، طموحنا أنه الدولة نعولوا على الدولة تاعنا باش لخاطر مش تاع جمعية فقط، هي تاع هبة كبيرة من الدولة كاش متعاونها كاش متداها للخارج إن شاء الله تعملها العملية تاع اللي هدرناها من قبل إن شاء الله. وتبقى هذه الهبة التضامنية تثير أصالة الشعب الجزائري على أمل انتظار السيدة غنية توفير علاج ابنتها إلهام المعاقة حركيا والتفاتة السلطات المعنية.